فرص لأمطار نادرة على منطقة الربع الخالي وغبار موسمي في غرب جازان وطقس حار وجاف في أغلب المناطق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة مع وجود فرص نادرة لأمطار في منطقة الربع الخالي، ونشاهد هنا لخرائط الهطول التي وردت لدينا في مركز طقس العرب أن يوم الأربعاء يوجد فرص لأمطار في مناطق الربع الخالي، وتشتد هذه الفرص مع ساعات الليل يوم الأربعاء وتستمر حتى نهار يوم الخميس كما نشاهد من هذه الخرائط. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، درجات الحرارة أربعينية ما بين 42 إلى 43 خلال يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وأيضا درجات حرارة لطيفة ليلا من 32 إلى 34 في ساعات الليل في العاصمة الرياض. أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، سنبدأها من سكاكا شمالا 38 نهارا إلى 26 ليلا، عرعر 39 إلى 27، تبوك 36 نهارا إلى 25 درجة في ساعات الليل. في مكة المكرمة 42 إلى 30، المدينة المنورة 40 إلى 32، في جدة من 39 إلى 31، وفي الطائف من 31 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. أبها 31 إلى 22، في الباحة 29 إلى 23، في جازان من 36 إلى 32 درجة في ساعات الليل. في الدمام 43 نهارا 33 ليلا، في الإحساء أجواء حارة 46 إلى 33 ليلا، حفر الباطن من 44 إلى 32 درجة مئوية في ساعات الليل. في الرياض 42 إلى 32 مع غيوم متفرقة، في بريدة من 41 إلى 29، وفي حائل من 37 إلى 25 درجة في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.